أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على إتاحة مجال أكبر لمشاريع مشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمدير التنفيذي للصندوق السيادي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.